بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هنعمل مشهد صغير. بيت دارت تكلم ابوها تقول له انا جاتني فرصه ودار اقدم للسينما. نشوف المشهد ده في شكل مسرح رجل واحد يعني، ولا ما اشرح لكم، عملها طوالي. هيا بيت دارت تقول شنو؟ ليكي ساعة واقفة، قلت ليكي جاكي خطيب، قلت لي هي إيه. جاكي عريس، قلت لي هي إيه. شالوكي في جامعة تانية، قلت لي هي إيه. انت موضوعك بالضبط شنو؟ ساعة بالضبط انت واقفة، لا قادرة تنظمي، لا قادرة شنو؟ قولي لي يا بنت ما تتعبيني، انا عندي مواضيع كثيرة، دار اشوف لكم النجنة الكسرة تاكلوا وتشربوا. والله يا ابوي بصراحة كده يعني جاتنا فرصة كده بتاع انه امشي ادرس في برا، يعني ادرس سينما عشان اكون معدة ولا مخرجة ولا مؤلفة بتاع السينما، والمرأة من حقها يعني تمارس هذا المجال، وانت من صغير يعني ادتنا الديمقراطية، قلت لنا يا اخي الزول الداري يعمل موهبة تعملها، عشان كده يا بابا انا جيت عشان اقول لك الكلام ده. سينما؟ لا إله إلا الله، الله ينعلك، الله ينعلك، اخلصي. دارت تمثلي في السينما؟ وانت علاقتك بالسينما شنو؟ ها؟ خلاص يعني من الدراما اللي عندكم؟ كده ما سووا لنا دراماتكم اللي بتيجي جارين فيها دي؟ كل دراما جارين فر 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 فر. قال قبلت السينما. شوفي يا بت، والله والله أبوي اللي هو جدك لو سمع بالكلام ده كان شخ ضبحك وش سلخني. ها؟ اوعك تقولي كلام زي ده، انا ما عندي كلام فارغ، بلا سينما. قال كمان بنت تبقى سينما. قال والله بالغتي ابوي، عليك الله يا ابوي دي رغبتي. وبعدين تتذكر يا ابوي زمان السينما اللي كنتوا بتمشوها؟ تتذكروا تمشوا السينما تحضروا الافلام الهنديه لما سكتوا امي؟ كنت براك قاعد تحكي لنا سينما برامبل وكولوزيوم ومدرمان والوطنية، صح؟ السينمات دي كلها قلت ليه؟ لأنه الديجيتال والساتلايت والواتساب والموبايلات دي قللت من إنتاجها، لكن إحنا لازم من حقنا نمارس المجال ده، ليه؟ عشان المرأة من حقها تقوم تنقل الأسرة المحلية للأسرة العالمية. أنا لو بقيت مخرجة ولا معدة بقوم بنقل المرأة السودانية وطريقتها في التربية والتنشئة والسلوك والحياة ماشية في متاعها يا أبوي. أنت براك افترض تفهم الكلام ده عشان ما تبقى قمعي. يا سلام، هو الكلام كده يعني؟ خلاص يا بنتي امشي، ابقي مخرجه ان شاء الله تبقي لنا زي ساره جاد الله. شوفي يا بنت انا موافق، بس بشرط الفيلم اللي بتنتجوه لو فيه حبيب وحبيبه تجوني انا عشان اقولك للحبيبه من بعيد نهي راجا كوتي 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 كوتي. لو فيها دي انا اول زول معاكم مع السينما السودانيه.